معاكم لأسيوط وهشوف فيديو أو هنشوف فيديو مع بعض عن 3 من أمناء الشرطة اللي قدروا الحقيقة ينقذوا طفل من الموت. كانوا معديين من تحت بلكونة شافوا طفل متعلق في بلكونة بيته ولحقوه في مشهد بطولي رائع جدا الحقيقة. هوريهولكم دلوقتي حالا، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مرة تانية. تحية وتقدير لثلاث أمناء الشرطة.